المحامي مازن حطيت، يعطيك العافية. يعطيك العافية مدام جوزيفين، ويعطيك العافية زميلنا صديقنا فراس. اهلا وسهلا فيك. نحن عم نحكي نحن وفراس عن القوانين يلي رح يقدموها على مجلس النواب، واحد من هذه القوانين كان خاصه بضحايا انتفاضة 17 تشرين، وفي قانون اخر هلا بدي اعرف تفاصيله منك، اللي هو صار لكم فترة انتم عم تعملوا دراسة عنه، اللي هو يتعلق بتعذيب الموقوفين اثناء توقيفهم يعني. وعندنا امثلة ما رأيت، هلا ما رح نقدر نحكيهم نشوفهم يعني نكون معهم نتوقف معهم بهيدي الحلقة، لأنه عنا بدنا نناقش شوي لفراس بكثير من المحطات المقبلة، بس بدي أسمع منك شو هو هذا القانون والدراسة اللي عم تقوموا فيها. طيب هلا للصراحة هو في العديد من القوانين نحن اشتغلنا عليها، وحتى كمحامين بمرحلة الانتفاضة وقبلها بضمن صراعنا المستمر مع هيدي السلطة، خضنا العديد من الصراعات والنزاعات، وكله ضمن اختصاصه منه بالقانون. وهلا هيك في شغله ما في مجال لما اذكرها، يعني بيكبر قلبنا لما نشوف حدا مثل فراس صار بقلب مجلس النواب، حدا مثل النائب خلف صار بقلب مجلس النواب، بالاضافه للعديد من الشباب والصبايا. شفنا انه نحن اخر شيء صرنا كلنا بقلب مجلس النواب، وكل شيء كنا نحن عم نصرخ فيه برا وعم نقاتل فيه برا صار في مين جوا داعش بقلبهم جوا ليقول لهم وقفوا هون تعالوا لحتى نعالج هيدي الامور. ما بده طيل، نحن من ضمن الشغل اللي كنا عم نقوم فيه دائما ضمن هذا الصراع في موضوع قصه قانون مناهضه التعذيب والاعمال اللا انسانيه والمهينه. قانون هو صدر بلبنان او بالاحرى اقر بلبنان سنه 2017 بالقانون معروف 65/2017. للاسف طبعا هذا البرلمان، يعني كلنا صرنا بنعرف ولا كان في راس عم بيحكي عنه، برلمان تحاصصي لا يفقه القانون لا يفقه اي شيء من عمل التشريع، ارتكب مقصودا ببعض المحلات العديد من الثغرات ليضلوا محافظ على الادوات السلطويه بهذا المجال، وعم نحكي هون على الاجهزه الامنيه بمحل، ضلوا مامنين لها الغطاء القانوني بمحل، بالاضافه لهالشيء عم نشوف كنا الرعونه القضائيه بالتعاطي مع هذه القوانين، وعندنا تجارب عديده فيها ذاكرين بعضها في الدراسه وغيره، كيف كنا نقدم دعاوى تنطبق عليها جرائم التعذيب وفق النص القانوني، ولكن كان القضاء يميع الامور ومحلات حفظ الشكاوى على اعتبار انه ما في جرائم، او بمحلات احال الشكاوى بطريقه مخالفه للقانون، بالقطاعات الامنيه المدعي عليها بارتكاب التعذيب للتحقيق مع المدعين اذا تم ارتكاب التعذيب، شيء سوريالي مثل العاده اللي بنشهده بلبنان. نحن اللي هلا عم نحاول نعمله انه نكفي مرحله الهجوم، كان في هدوء شوي كلياتنا كنا منتهيين بموضوع الانتخابات وغيره، هلا خلصت الانتخابات، هلا نحن صار في نواب مننا وفينا نثق بهم لاقصى الحدود، في مطالبهم هي مطالب هيدا الشعب وهن عم يراقبوا هيدي السلطه، فبالتالي نحن عملنا دراسه على الثغرات الموجوده بهذا القانون واليه معالجه الثغرات، لانه نحن مش عبثيين بس بنحكي كيف ما كان، في اليات لمعالجه هيدي الثغرات بغيه احقاق الحق ووضع كل حدا بامام مسؤولياته. هي بنقطة، بنقطة ثانية بس للتوضيح بمعزة عن الدراسة بما خص الشكاوى اللي في راس أحد الأشخاص المدعين فيهم بتعرضوا ب 8/8 وب 11/8/2020 للإصابات. هيدي نحن ما قدمناها وفق قوانين التعذيب لسبب بسيط، لأنه مرتكبة هي من قبل مجموعة تسمى بشرطة مجلس النواب، لغاية اليوم ما في أي مرجعية رسمية بهي الدولة عم تسترجد لنا إنه هيدي سلطة رسمية كشرطة مجلس النواب، وبالتالي لا ينطبق عليها التعذيب. من هون نحن الادعاءات عليها، منهم الدعوة اللي مقدمينها باسم زميلنا فراس هي محاولة القتل بالإضافة لعصبة الأشرار، عصابة أشرار 335، لأنه نحن هم عم نتعامل مع جهاز رسمي كون ما في ولا سلطة رسمية قالت هذا جهاز رسمي، وبالتالي اعتبرنا هذه مجموعة ينطبق عليها وصف عصبة الأشرار ترتكب جنايات محاولة القتل بحق المواطنين. نعم. وطبعا هيدي الشكاوى من ضمن العديد من الشكاوى اللي انضبط بجوارير وبالذات عند القضاء العسكري انضبط بالجوارير، وهون نحن املنا بالنواب الجداد الموجودين طبعا مش يطلعوهم من الجوارير، نحن بنعرف انه زملائنا حريصين كل الحرص على التفرقه والفصل ما بين السلطات، السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه، ما بيتعاملوا هذوليك النواب اللي بيشغلوا قضاه عندهم، ولكن كل الامل انه قانون استئناف القضاء الفعلي الحقيقي اللي بيعمل سلطه قضائيه فعليه مستقله، انه الشباب والاساتذه انه حيكونوا هن راس حربه بهذا الصراع داخل مجلس النواب لاقراره، بغيه حمايه كافه المواطنين او المقيمين على الاراضي اللبنانيه من كامل التعسف عم تمارسه هذه السلطه عبر ادواتها سواء القضائيه او الامنيه. نعم نعم.
طيب شكرا لك مازن حتيت. طبعا نحن رح نتابع معك ومع فراس حمدان المسار يلي رح تاخذوا هذه القوانين اللي هلا عم تطرحها، وكنا يعني بعرف انه انتم عاملين دراسه فيها مجموعه من الشهادات الحيه اللي موقوفين كانوا تعرضوا للتعذيب، ابرزهم خلينا نقول زياد عيتاني، ما هيك؟ احدهم زياد عيتاني، في العديد من الامثله، في يعني نحن مش بالشخصي هي قد ما هي عم نوصف هيدا الحالات طبعا كيف تعاملت الدوله بمنطق الانكار، منطق الانكار هو لانه اسوء شغله بتتعامل فيه الدوله هي منطق الانكار، ما في تعذيب غير ممنهج. والنقطه الثانيه هي دغري بيروحوا انه هيدي تحمل الطابع الفردي وليس المنظم. نعم. عندنا من موضوع زياد عيتاني للي صار بسجن رومي على خطرات، نعم، اللي تعرضوا له منتفضي 17 تشرين بالعديد من المراكز الامنيه بعده اجهزه امنيه مختلفه، فعندنا كل التوثيقات بهذا الموضوع وعندنا شكاوى اساسا نحن مقدمينها وتم حفظها من النيابه العامه. نعم، شكرا لك مازن حطيت المحامي على هذه المداخله، اهلا وسهلا فيك.